زائد. سمح لي السيد حسين الشابي قائد المرفق الإدارية والسكورة قائد أعضاء المرفق الإدارية دار بازل. سمح لي السيد سيدي علي العلوي قائد المرفق الإدارية مكان سابق قائد أعضاء المرفق الإدارية والسكورة. سمح لي السيد أبو ثير الكوارة قائد المرفق الإدارية المدينة الخضراء قائد أعضاء المرفق الإدارية المصري. سيدي مصر العربي قائد المحطة الإدارية دار الصلاة قائد أعضاء المحطة الإدارية مدينة القرى. سيدي السيد السيد هشام كنا قائد المحطة الإدارية وحدة الزوج قائد أعضاء المحطة الإدارية والسكورة. سيدي السيد إبراهيم جمالي قائد المحطة الإدارية وحدة الزوج قائد أعضاء المحطة الإدارية والكنسة. سيدي السيد خير خالد بلادي قائد المحطة الإدارية وحدة الزوج قائد أعضاء السيد رشيد ماحي قائد المحطة الإدارية لمصر قائد أعضاء المحطة الإدارية وحدة مجهول. السيد خالد بن حسن قائد المحطة الإدارية الزاوية قائد أعضاء المحطة الإدارية السعادة. بالنسبه لهذه الحركه الانتقاليه اللي همت بعض رجال الاداره الترابيه والسلطه هي بحق ضخ ديال واحد دماء جديده واعطاء واحد النفس جديد يعني للعمل الميداني، وهذه يعني من الاهداف ومن التعليمات اللي صادره عن صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده الى رجال السلطه المحليه انهم يكونوا في الميدان. وهذا ما كيعنيش ان رجال السلطه اللي كانوا قبل يعني ما ذو المستوى، ولكن في اطار يعني تنويع العمل وضخ يعني كلتا قبل ضخ دماء جديده من اجل يعني الرقي بالعمل الميداني وان رجال السلطه يكونوا قريبين من المواطن. واعتقد هذه الاهداف الكبرى من اجل في هذه الحركه الانتقاليه. بالنسبه للحركه الانتقاليه اللي همت رجال السلطه باقليم النواصر هي حركه من اجل يعني ضخ دماء جديده في الاداره الترابيه بهذا الاقليم الفتي اللي جا في الاطراف ديال مدينه الدار البيضاء الميتروبول ديال المغرب. فبالتالي ان هاد كنتمنوا من الله ان هذه الحركه هذه تكون في يعني تمشي في الاطار ديالها اللي هو تقريب الاداره الترابيه من المواطنين، وعملا يعني بالتوجيهات الساميه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.